بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالقراء ديال ارض بلادي، كنحسبوكم كزائرين عندنا في هذا الفضاء اللي تم خلقه هذه الصبيحه. هذا اليوم 6 او 7 نوفمبر، نخلي الذكرى 49 للمسيره الخضراء المظفره. تلاميذ ديال مؤسسه دار العلوم الحديثه بمدينه الناظور في اطار زرع الوطنيه، في هذا التلاميذ ينظمون النسخه الثانيه من محاكاه المسيره الخضراء. هذه المحاكاه تمت بمشاركه 400 تلميذ و40 اطارا على مستوى قبلت العماله، انطلاقا من اوتيل ميركيل، من فندق ميركيل الى غايه ساحه حمام الفتواكي على مرتين، انتقال للعديد من التلاميذ هم رافعين الشعارات اللافتات الوطنيه، الاناشيد ديال المسيره الخضراء مرفوقين بموسيقى وترديدات. التلاميذ تم التاطير ديالهم على مدى الشهر كامل داخل المؤسسه في اطار الانشطه الموازيه ونادي الانشطه الموازيه، وصولا الى انجاح هذه الفعاليه، الفعاليه في نسختها الثانيه التي تمت صبيحه هذا اليوم باشراف من السلطات المحليه او بمساعده من السلطه المحليه بما فيها من السلطات الامنيه، ايضا المنتخبون الذين حضروا، ايضا الاباء والامهات، العشرات من الاباء والامهات حضروا معنا هذا المحفل التاريخي. نحفز هؤلاء التلاميذ على مصداق وغرار ما قال جلالة الملك يوم أمس في خطابه بمناسبة الذكرى: يجب أن تتضافر الجهود كلها في الداخل والخارج في هذه الظرفية من أجل تعزيز الوحدة الترابية. هذا ما كان في جعبة تلاميذنا، ننقله إليكم قراء أرض بلادي. شكرا لهذا الموقع. حسان ينادي، هذه الملحمة الفنية الموسيقية طبعا قدمت وعزفت بأنامل تلاميذ دار العلوم. أقول دائما نادي الموسيقى هذه الفرقة الماسية. مازال في جعبتهم الكثير، مازال باقي لنا مقطوعة أخرى. محاكاة المسيرة الخضراء المنظمة في نسختها الثانية من طرف مؤسسة دار العلوم بمدينة الناظور. هذه المؤسسة التي دأبت على زرع مثل هذه الأنشطة التي تحفز الوطنية لدى الناشئة، لدى الأطفال. زهاء 400 تلميذ خرجوا إلى شوارع الناظور متممين لمسيرة أخرى كانت ل 300 تلميذ على مستوى حي المطار. 400 تلميذ رفعوا الأعلام، اللافتات، الشعارات، ورددوا كل ما هو وطني بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة. قبيل الاسترسال ننصت، نؤدي، نغني النشيد الوطني مع الفرقة المسية للمؤسسة ومع عزفها الخاص تحت إشراف الأستاذة الفاضلة. إذا ننصت، مستعدين؟ Thank you.
لرمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. يا مغرب أرضك حبيت، شعبك على عينه وعراس، دارك تعيش تمنيت، طيفة بروح الإحساس. يا مغرب أرضك حبيت، شعبك على عينه وعراس، دارك تعيش تمنيت، طيفة بروح الإحساس. الغير العلوي ما غنيت، وحب بقلبي ما بينقاس، مغروم بحبك جنيت، عيونك برفع الراس. مجموب الفلا ساطع شمس بليل الحرية، لعرضك يا مغرب راجع قدم روحي وعيني. الملك محمد السادس اسمك بقلبي جالس، محفور بذهب الخالص، اسمك بقلبي جالس، محفور بذهب الخالص. ربي من عنده يحميك، الملك محمد السادس، الملك محمد السادس. تحت إشراف الأستاذة الفاضلة ميلودا مشكورة عضوة نادي المسرح، أيضا المعزوفات الموسيقية إشراف الأستاذة سهام ونشطة المؤسسة وعضوة نادي الموسيقى مشكورة. لوحات فنية تشاهدونها، أيضا مجموعة من الرسومات هي من إعداد نادي الرسم والتلوين تحت إشراف أستاذة ندى مشكورة. تلاميذنا يبدعون، يرسمون، يخططون. إذا سبقوا عليهم، سبقوا اللوحات ديالهم اللي كتشوفوها، غادي تشوفوها في جميع النواحي المحيطة بهذا الفضاء هذا. شكرا لكم، ممكن تفضلوا، برافو عليكم.